هنعمل النهاردة البيتزا الجميلة دي، بيتزا سهلة وبعجينة السايلة. أنا وميكو هنعمل دي يا ميكو. يلا بينا ندخل ونشوف هنعمل البيتزا دي ازاي مع ميكو. ازيكو؟ استنى ما تضحكنيش. جاية النهاردة أنا وميكو هنعمل ايه يا ميكو؟ تضحك على ايه؟ هنعمل بيتزا. يلا نعمل البيتزا يا ميكو. بيتزا سهلة بقى خالص، بيتزا مش هتاخد منك اكتر من 5 دقايق، ومكوناتها بسيطة. ولا هندخل بقى في المقادير يا ميكو. يلا نقول لهم المقادير. عندنا بيضة، هنجيب بولة اهو، هنحط البيضة عليها كوباية زبادي. قول يا ميكو على المقادير. نعمل المقادير. ومعلقتين لبن بودرة صغيرين، وعليهم معلقتين زيت كبار. هنقلبهم مع بعض. كده. وبعدين هنجيب ايه بقى؟ نجيب ايه يا ميكو؟ هنجيب الدقيق ونحطه كوباية دقيق كبيرة، 200 جرام. كبيب 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 كبيب. 200 جرام دقيق ونقلب. هنقلب يا ميكو. هتقلب؟ قلب كده قدامهم. يلا بعد ما قلبنا كده، يلا يا ميكو قلب. هنحط الخميرة كبيرة. الأول هنحط نص معلقة بيكنج باودر. بيكنج باودر الجدع. وهنحط خميرة، معلقة خميرة بيرة. وهنكون اهي، وهنحط عليها معلقة السكر. هنبدأ بقى نضيف المية شوية بشوية. انا عايزاها عجينة خفيفة. استنى يا ميكو. يلا 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 نقلب. يلا قلبوا قلبوا. انت ميكو اللي هيقلبوا اهو يا جماعة. هحط لك المية تاني. حط مية تاني، مية دافية طبعا. انت اللي هتقلب. طب يلا قلب انا وانت اهو. يلا 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 نقلب نقلب نقلب. يلا ميكو اهو بيقلب بيقلب. نقلبه بس يا ميكو. هي دي العجينة اللي انا عايزاها، عجينة سايلة. هبدأ احطها في الصينية وهفردها. فردتها اهو في الصينية بسمك رفيع عشان هي لسه هتخمر، وهغطيها بقى واسيبها تخمر قبل ما احط لها الحشو. عملته بسمك رفيع علشان لسه هتخمر، وهجيب بقى الاسترتش وهغطيها وهسيبها تخمر. هنبدا اهي بعد ما خمرت بقى هنبدا نحط لها الحشوه. الحشوه زي ما انت عايزه. هبدا ارش الاول جبنه، وجبنه زي ما انت عايزه برضو. انا هنا مستخدمه جبنه رومي. جبنه يا ميكو انت عايزه تستخدمي موتزاريلا ميكس اللي يعجبك. هنحط عليها بروفو جبنه حلوه كده كتيره. وبعدين
انا عندي هنا مجموعة لانشون، لانشون فراخ، لانشون لحمة بالفلفل، كوكتيل يعني عاملاه، اي حشوة بقى انت عايزاها. انا مختارة الحشوة السهلة. مختارين ايه يا ميكو؟ مختارين الحشوة السهلة عشان دي بيتزا سهلة وسريعة، فلازم نختار ايه؟ السهل. اوكي؟ اوكي برافو، يلوي على العسل. ايه ده؟ ايه الجميل ده؟ يلا هنجيب بقى الفلفل، ميكو بقى اللي هيحط لنا الفلفل. خد يا ميكو حط الفلفل، يلا يلا حط هنا، برافو. تاني يلا حط كتير، يلا حط، برافو. بس كده كفاية قوي، كفاية ميكو كفاية. وهنبدأ ندخلها بقى الفرن. بس هحط لها بقى، انا حباها مشطشطة، فانا عندي صلصة شطة هنا هحط عليها كده. شطة شطة بس دي حسب الاختيار. برافو يا نيكو. يلا بقى، لا استنى، هنعمل واحدة تاني، هنعمل واحدة تاني بقى من غير شطة. دي البيتزا اهي بعد ما طلعت، اديكوا شايفين شكلها، وده السمك اللي انا عايزاه اهو. ايه رأيك يا ميكو؟ ايه رأيك؟ شوفي البيتزا جميلة ازاي. ما تنسوش لو عجبتك البيتزا اعملي لايك وشير، ويلا نقول باي يا ميكو. باي.